بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن بوتاجاز لسه معروض حالا من بوتاجازات رويال جاز. اسمه بوتاجاز رويال جاز بيرفكت كاست. بيرفكت كاست لسه معروض حالا. طيب احنا هنتكلم عليه كده شرح تفصيلي ان شاء الله. نبتدي كده اول حاجه بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ونوحد الله لا اله الا الله، وفي زرار تحت الفيديو مكتوب عليه الاشراك، يا ريت تضغط لنا عليه. طبعا البوتاجاز ده يا جماعه بيكون انتاج شركه رويال جاز. الشركه دي موجوده في مصر تقريبا، موجوده في مدينه الصالحيه، تمام. بيديني ضمان 5 سنين، وبيديني عمر افتراضي 5 سنين. احنا لو بصينا كده على الورقه دي هنلاقي مكتوب عليها اهي زي ما انتم شايفين. طبعا الجهاز ده بيشتغل على انبوبه. لما يجي نستخدم برضو منظم ضغط الغاز الثابت بيكون ايه، 30 ملي بار. طيب ناخد بقى تفصيله كده، نشرح كده من فوق لتحت. اول حاجه عندي باب الغطا بتاع البوتاجاز، ازاز مرايه زي ما انتم شايفين، تمام. هو مش ايطالي يا جماعه، البوتاجاز ده مش ايطالي، هو بس اللي فيه الكوش هيل ايطالي. اول حاجه الحوامل بتاعتي حوامل حديد ظهر اهي، تمام، وتقيله ما شاء الله. عندي في فتحات التهويه دي، يا جماعه وظيفتها اللي هي بتدخل الهواء للفرن وانا قافله ومشغله، لان الحراره او الاشعال لازم يخش له اكسجين عشان يفضل شغال، عشان الهواء اللي جوه لو خلص النار هتطفي لوحدها. طيب تمام، دي كده الاشعال. ناخد كده بقى ايه، نشوف الكوشه بتاعتي. اهي يا جماعه، هي دي بس المكونات الايطالي، مش البوتاجاز الايطالي ده مش ايطالي، هي بس المكونات دي اللي هي الكوشه اللي موجوده في اي بوتاجاز غير رويال جاز كمان يعني، تمام، اللي هي الكوش اللي بتاعت سباق، في شركه سباق. طبعا هنا نبص على الفواني اللي في النص، 3 فواني. الفواني دي اللي بتطلع الغاز، ادي 1 2 3 ثلاثي الفونيا. البوتاجاز فوق في الشعله دي في اشعال ذاتي، ما فيهوش امان. في اللي فوق في اشعال ذاتي ما فيهوش امان. الاستانلس بتاعه اللي هو الاستانلس اللي بيلمع اللميع، تمام. الخامه شايفها كويسه مش وحشه. طب ناخد كمان شعله اهي برضو. هي لا دي مش سباف، دي فيندي، تمام. وعندي الفونيا اهي موجوده واشعال ذاتي بس من فوق، تمام. احنا كده خلصنا السطح اللي فوق شرحناه. طيب نخش بقى على ايه، على لوحه التحكم. دي لوحه التحكم بتاعتي يا جماعه، اهي شايفين دي لوحه التحكم. عندي فيه كام مفتاح، ادي 1 2 3 4 5 6 7 7، يبقى فيه شعله للفرن وشعله للشوايه. ده الزرار بتاع الشوايه وده الزرار بتاع الفرن، مترقم معاهم من 160 لحد كام، لحد ماكسيمم اللي هو فوق ال 230. طيب عندي في زرار الاشعال الذاتي. الاشعال الذاتي يا جماعه مش في المفتاح، الاشعال الذاتي مش مفتاح، لازم افتح الغاز كده، اضغط لجوه وافتح الغاز كده وادوس على الزرار بتاع الاشعال الذاتي. عندي في اللمبه اللي هي الاضاءه اللي موجوده في الفرن، عندي السيخ اللي هو بيشتغل بالموتور بتاع الشوايه، عندي في مروحه التوزيع، ده الزرار مروحه التوزيع وده مروحه سيخ اللي هو بيشتغل بالموتور. طيب عندي طبعا تايمر، في تايمر عندي ممكن اظبطه على الوقت اللي انا عايزه. عندي المقبض بتاعه اهو بيكون لونه اسود، بيكون من المعدن تقريبا من الاستانلس. نبص بقى على الفرن، ده الباب بتاعي اهو شايفه حل خفيف، بيتحرك على مفاصل ثابته، تمام. عندي في المجرى اللي هي في الجنب دي، مجرى عاديه مش مجرى استانلس. نبص كده على الضمان، بيجي معاه اول حاجه 4 رجول عشان اعلي البوتاجاز مع الارض، تمام. اهو الموديل بتاعه بيرفكت، وشاله الضمان بتاعتي اهي، فتره الضمان 5 سنين، تمام. وده السلل بتاعي، وهتلاقي فيه فواني الغاز الطبيعي عشان لما تيجي تقلبيه لفواني غاز طبيعي. بص هتلاقي فواني غاز طبيعي القطر بتاع الفونيا بيكون اوسع شويه من الانبوبه، لان ضغط الانبوبه بيكون 1 بار جوي، ضغط رهيب يعني. بصوا عندي فيه شبكه استانلس اهي، وده السيخ اللي انا بركبه على الشبكه اللي فوق ده، تمام، عشان احط فيه الفراخ او الكفته او اي حاجه، ويلف معايا بالموتور عن طريق الزرار اللي انا وريته لكم هنا ده، تمام. عندي في مروحه توزيع الحراره اللي هي في الوش دي، عندي في صد حراره، عندي في صينيه، تمام، عندي في اللي هي الشوايه، شايفين بتاع السنسور اللي جوه ده
السنسور اللي هو بالعرض فوق المروحه ده سنسور امان للفرن عموما يعني عامه. تمام، نبص بقى كده على الشاله بتاعه الشوايه. بص يا شاله الشوايه يا جماعه ما فيهاش لا امان ولا فيها اشعال ذاتي، ما فيهاش امان ولا اشعال ذاتي. عندي في الاضاءه اهو، نبص كده على، نحاول كده نشوف شوف لكم بقى شوالة الفرن ايه. ثانية واحدة، بصوا يا جماعة طلعت لكم الصينية اللي هي بتتغسل. طبعا ده مش كبس، دي الشوالة بتاعت الفرن، ما فيهاش لا امان ولا فيها اشعال ذاتي. يبقى كده احنا فهمنا ان شوالة الفرن وشوالة الشواية ما فيهاش ولا امان ولا فيها اشعال ذاتي. تاني عيب برضو موجود في الفرن، المجرة بتاعته من الجناب مجرة عادية مش مجرة ستانلس، فبالتالي الرف اللي بيتحرك سواء دخول او خروج زي كده مثلا هيحك في جسم البوتاجاز من الجنب، ومع كتر الاستخدام ممكن الرف ده يقع. تمام، وده عندي سد حراره. طبعا البوتاجاز ده ما فيهوش مروحه تبريد، سد حراره ده عشان النورم بتاعت الشوايه ما تطلعش على المفتاح تسخنه. وخصوصا احنا نبص على المفتاح دلوقتي، نبص كده على المفتاح نشوفه المحابس بتاعته ايه. بص اه المحابس بتاعت نحاس زي شايفينها، بس ما فيش وراها عازل، بس ما فيش وراها عازل. المفتاح نفسه من البلاستيك، مصنوع من البلاستيك على سوست، على سوست. ده حجم العازل، حجم العازل صغير، فانا اتوقع ان البوتاجاز ده هيسخن، هيسخن جامد. فالناس اللي هي بتستخدم المطبخ كتير او بتسوي وبتشغله مثلا في المطبخ كتير في الفرن والكلام ده وصواني والكلام ده، البوتاجاز ده مش هينفعك. البوتاجاز ده هتلاقيه بيسخن معاك بسرعه، وخصوصا ان العازل حجمه صغير ومفيش مروحه تبريد، وتقريبا العازل اللي مفيش عازل ورا المفاتيح، بس المحبس نحاس. وخصوصا برضو ان المفتاح بتاعي بيكون من البلاستيك، فنخلي بالنا ما نشغلش البوتاجاز ده كتير، يعني ناخد بالنا. طيب احنا كده شرحنا كل حاجه بالتفصيل، يبقى كده نستنتج ان البوتاجاز ده هو فيه اشعال ذاتي بس للشعلات اللي فوق، لكن ما فيهوش اشعال ذاتي ولا امان كامل لشعلات الفرن ولا شعلات الشوايه. تاني حاجة ان المجرة بتاعتي من جوه مجرة الفرن مجرة عادية مش مجرة ستانلس. تالت حاجة ان هو مفهوش مروحة تبريد، بس في مروحه توزيع اللي هي في الوش دي اللي هي بتوزع الحراره جوه الفرن. الاشعال الذاتي مش في المفتاح، الاشعال الذاتي لازم افتح المفتاح كده وادوس على الزرار بتاع الاشعال الذاتي. تمام، ده ضمان 5 سنين بيشتغل على الانبوبه وجاي معاه فواني لو انا عايز اشغله على غاز طبيعي. طيب ده كل حاجه عن البوتاجاز، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وما تنسوش من عمل اشتراك في القناه ودعوه حلوه.